السلام عليكم. اللي مع وصفات اميد ان شاء الله راح نديرو صابلي النجمه بذوق القهوه والكراميل. اول شيء واش راح نحتاج؟ راح نحتاج هنا 250 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه، عندي لهنا كاس الا ربع تاع السكر كلاصي، عندي هنا كيس واحد تاع فلون ذوق كراميل اللي هو وزن تاعو 50 غرام، مغرف كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان، عندي كاس تاع لاتاي تاع الزيت، بيضه كامله، رشه تاع خميره كيميائيه، وهنا عندي حوالي 3 مغارف كبار تاع اي نوع تاع مكسرات يكونوا محمصين ومطحونين مليح. اليوم انا واش راح نستعمل؟ راح نستعمل هذا المول تاع النجمه تاع السيليكون، كما تقدري تستعملي اي نوع تاع المول يكون عندك في الدار، مع رشه تاع الخميره والفرينه باش نلموا العجينه. نبداو بالطريقه مباشره، ندير هذاك قهوه سريعه الذوبان، ندير الكيس تاع فلون ذوق كراميل، هذاك الكاس تاع السكر كلاصي، كاس تاع الاتاي تاع الزيت، ندير كلش مع بعض كي تكون عندي المارغارين يعني طريه ماشي راح تعذبني، ندير معاهم هذيك البيضه كامله، وندير هذوك المكسرات اللي هما حوالي 3 مغارف كبار يكونوا مطحونين يعني مليح، يعني يمدوا لنا واحد القوام للعجينه ويجينا بنين. نخلط المقادير مع بعض. هنا اللي ما يحبش القهوه يقدر يستغنى عليها، لكن الكراميل راح يمد واحد الطعم يعني روعه. نخلط مليح حتى ينسجموا لنا كامل المقادير مع بعض. اذا هنا من بعد نبدا ندير في الفرينه، نبدا نضيف الفرينه غير بشويه، وندير هذيك الرشه تاع الخميره يعني حوالي نص مغرفه صغيره تاع الخميره كيميائيه، ونبدا نلم في العجينه تاعنا. طبيعه الحال نخلوها طريه العجينه تاعنا، يعني نخلوها طريه تاع الصابلي لانه راح نطيبوها في ليمون. هذه الطريقة احنا عندنا مادا بينا هاد المرة نديرو حلويات جافة تكون اقتصادية وبطبيعة الحال تكون بنينة. يعني اذا نبقى نزيد في الفرينة فتلم لي العجينة، اذا نحكم هذاك المول تاع النجمة تاعي، نحكم شوية تاع العجين وندير فيه، اذا فقط هنا لازم ندخلهم مليح في هاد الجوانب هكدا باش تشكل لنا النجمة تاعنا، ونديروهم يعني ما نديروهمش طالعين على المول لأنه فيهم الخميرة لكن حاجة قليلة. إذا بهذه الطريقة إذا نكمل نعمر لي مول تاوعي في زوج، نديرهم في سنيوة بطبيعة الحال تاع السيليكون ما نحطهمش وحدهم، وندخل من فرن 180 درجة حتى تحسيهم طابوا مليح باش نحيهم ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا الحلوة تاعي طابت، خليتها بردت تماما، شوفوا كيفاش طابت لنا ما تنفختش، تبعوا يعني طريقة فقط. هنا الحلوة تاعنا راهي طايبة، التزيين يبقى اختياري يعني انا باش راح نعمر هذا الفارغ هذا راح نعمرو بالمربى. هنا عندي كمية تاع المربى تاع المشمش طبيعة الحال، ندلها شويه تاع الملون اختيار يعني اللي ما تحبش ما ديرش ملون، هذا ملون احمر فقط باش نمد لون للمعجون تاعي. اذا بهذه الطريقه نبدا نخلطهم مليح. لهنا بعد ما لونت المربى انا حنستعمل هذه الاكياس، هذا الجوطابل هادو يساعدوا بزاف في هذا النوع تاع الخدمه، يعني كان كيكونوا هكا يعني فراغات يعني شويه دقيقه بالمغرفه ماشي راح تجيك متحوفه، يعني حنا نحوسوا على الحبه تاع الحلوه انها تكون متحوفه. اذا نعمر هذاك المربى لداخل في الكيس هكذا باش تجينا الخدمه يعني شابه بهذه الطريقه. نغطو مليح نربط الكيس تاعي، ونقطع
نقطع بالمقص ونبدا نزين الحلوى تاعي بهذه الطريقه. انا راح نتحكم شحال نحط مربى بهذه الطريقه ونعمر هكذا باش يجينا متحوف. هذيك النجمه نعمروها قيس قيس بهذه الطريقه، يعني شوفوا شحال تجي متحوفه. الطريقه اذا نكمل نعمر كامل الحلوه تاعي ونعاود نرجع لكم. اذا هنا من بعد ما عمرت الحلوه تاعي بالمعجون المربى، هنا عندي شوكولا بالحليب ذوبتها حمام مائي، ما ضفت لها ولا شيء، عملتها في هذا الكيس هذا، يعني نقطعها حاجه قليله فقط ونزيد نزين. يعني التزيين يبقى اختيار، تقدروا تكتفوا بهذه المرحله ترشوا شويه تاع السكر كلاصي، لكن انا حبيت نزيد لها لمسة تاع الشوكولا بهذه الطريقة، يعني باش نمدو الحلوة يعني منظر شباب. اذا نكمل نزين كامل الحلوة تاعي نعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفة تاع نهار اليوم اللي هي صابلي النجوم، يعني صابلي النجمة، ها هي امامنا وجدة. والله بنينة هذه الحلوة، بنة الكراميل مع بنة القهوة تجي بزاف بنينة، والتزيين يعني يبقى اختياري. ها هي عندكم الحلوه جاهزه، نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الوصفه تاع نهار اليوم قطعت لي حوالي 55 حبه، يعني هذه الحلوه زاكيه، جربوها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.